حضراتكم من جديد، اكيد كلكم تابعتوا موضوع مجدي قفشه، وانا بقول لكم ان مجدي قفشه رسميا في النادي الاهلي نجم انبي، لاعب الوسط المهاجم. مجدي قفشه رسميا في النادي الاهلي، ودي كانت امنيه مجدي قفشه الشخصيه، لان انا من المدربين لما دربوا مجدي كنت بساله في احد المباريات في الدوري السنه دي، قلت له انت فين الاهلي؟ قال لي نفسي يا كابتن اجي النادي الاهلي وامنيه حياتي، والحمد لله ربنا حققها لك يا مجدي، ونورت النادي الاهلي، وكل الجماهير الاهلاويه كانت نفسها تشوفك بقميص النادي الاهلي، وان شاء الله تنور الدنيا ونورت الكيان الكبير، واكيد طبعا هتزداد تشريفا تيشيرت النادي الاهلي.